صباح الخير مشاهدينا، فكرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إنها تكون حملت لكم معك للأخبار الحلوة والإيجابية لنهاركم. شو نصايح عالم الفلك لنا اليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. مهنياً بتكون اليوم المعنويات عالية وبتحس حالك مليان طاقة وكلك نشاط، فبتشتغل من كل قلبك. عاطفياً اليوم أنت على وفاق تام مع الشريك وعم بتخططه لمستقبلكم سوا. الثور، مهنياً اقتنع بقدرك بالوقت الحالي وخليك بشغلك وما تتعب حالك وتفتش على شغل جديد، فحركة الكواكب مش لصالحك هيدي الفترة. أما عاطفياً ما تتصرف أو تقبل بمواضيع مش مقتنع فيها بس لترضي الحبيب، خليك قد ما فيك على طبيعتك. الجوزاء، مهنياً بتفرض شروطك الجديدة بالشغل وهذا الشيء بيساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية، فما تتضايق من التغيرات اللي ممكن تصير لأن كلها رح تكون لصالحك. أما عاطفياً ما تعاتب الشريك كل الوقت لأنه عم ينزعج من هالتصرفات وخاصة قدام العالم. السرطان، مهنياً حاول طلب المساعدة من بعض الأشخاص يلي عندهم خبرة بمجال عملك ويلي قادر من خلاله تطور شغلك وتتقدم فيه. أما عاطفياً ما تخلي حدا يتدخل بحياتك الشخصية وبعلاقتك مع الشريك، خلي يكون في خصوصية بعلاقتك العاطفية تتبعد عن المشاكل. برج الأسد، مهنياً كن أكثر دبلوماسية بالشغل وما تخلي عندك يبعدك عن الزملاء ويخسرك مهنيتك. أما بالحب أيها الأسد، فنصيحة الفلك لك إنك تخلي مشاكلك بالشغل ما تأثر على علاقتك بالشريك، وحاول قد ما فيك إنك تفصل بين حياتك الخاصة وحياتك العملية. العذراء، مهنياً انفراجات مالية مش متوقعة، حاول تحافظ على ميزانيتك وما يزيد مصروفك تتقدر تحقق هدفك يلي عم تتعب عليه لك فترة. أما عاطفياً ما تخلي فشلك بالعلاقة السابقة يصير عقد بالنسبة لك، فكلنا معرضين لفشل بعلاقاتنا والمطلوب منا نتعلم من الأخطاء السابقة تما تتكرر بالمستقبل. صديقنا الميزان لليوم، مهنيا ممكن تتعرض لاستفزازات او لبعض العراقيل بالشغل، حاول تسيطر على اعصابك وما تتردد بمصارحه المسؤول عنك باللي عم تتعرض له. عاطفيا حياتك الاجتماعيه والعاطفيه هذه الفتره ممتازه، فعلاقتك بالشريك عم تتحسن والنشاطات الاجتماعيه عم تكون كثير ناجحه وايجابيه. عزيزي العرب، مهنيا بتتلقى اتصالات او بتقدم لك فرص عمل جديده، قد ما فيك فكر قبل ما تاخذ اي قرار. عاطفيا ممكن رحله مع الشريك او ويكند تقضي معه بعيد عن جو الشغل وعن الضغط اليومي يرجع يجدد العلاقه ويبعد الروتين يلي لكم فتره عايشين فيه. أما برج القوس لليوم، مهنياً عم تحس حالك مضغوط وبتشنش كل الوقت وبالتالي ما عم تقدر تركز على شغلك، فأنا بنصحك أنك تخصص وقت لإلك وهيك بعد ما بترتاح بترجع بنفسية جديدة وإيجابية أكثر على شغلك. أما عاطفياً خذ قرار واضح بخصوص علاقتك بالشريك وحاول أنك تكون منطقي بقراراتك تما تندم بالمستقبل. أما برج الجدي لليوم، مهنيا بالمجمل أنت بتحب عملك وبتشتغل من قلبك بلا ما تتذمر قد ما كان عندك مسؤوليات، وهيدا الشيء خلى ثقة الزملاء فيك كتير تكون كبيرة. أما بالحب أنت مرتاح جدا بمحيطك مع عائلتك وببيتك، ورح تقدر تحل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة يلي ممكن توتر هيدي الأجواء. نوصل لبرج ما قبل الأخير، برج الدلو، مهنياً يوم ممتاز بيحمل لك معه الحظ والمفاجآت والأحداث الإيجابية، كما أنه ممكن ينعرض عليك سفر أو شراكة، المهم أنك ما تتسرع وكون على قد المسؤولية. أما عاطفياً بتكون بعض الصداقات عم تستفز علاقتك بالشريك، فرح تبعد عن أصدقائك كرمال شريكك، وهذا الشيء رح أقربكم من بعضكم أكثر. الحوت، مهنيا بعض المشاكل ممكن تفاجئك بمجال عملك وممكن تأثر عليك بطريقة سلبية، فكون حاضر للمواجهة. أما عاطفيا بيحملك اليوم فرصة للزواج أو الارتباط، لكن المطلوب منك الاستمرار هيدي العلاقة، إنك تتجنب كل أنواع الغيرة والتملك والحسد. صفات مولود برج اليوم، شخص مندفع كريم ومحبوب وبيحب المغامرة والنشاطات لكن ضمن الحدود، إنسان جدا مهضوم ومطلوب كتير تكون الناس أحواليه لأنه ما بيحب الوحدة أبدا. أصدقائي هذه كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا أحب أذكركم بالإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، oroscopeliane@hotmail.com، وأنا أكيد رح جرب إني جاوب على كل الأسئلة. أما هلأ بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم. إلى اللقاء.